دايما ذكر بخلف دايما ذكر بخلف جمهورنا الغالي، سعد الله صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي بروية من بدون تحيز من برنامجكم المعتاد سكريبت بنسخته الثانية، معي ضيوفي النقاد الدائمين. على يميني سالم حزام. صباح الخير أبو حزام. صبحت بالخير وصبحت بالرضا والنور، وصباح الخير على نسختنا التي ما فتئت إلا وهي تتصاعد ما شاء الله تبارك الله، والله يوفق الجميع. يعطيك العافية أبو حزام. صباح الخير يا أبو منصور. صباح النور وسرور وبداية يوم جميل إن شاء الله. أول شيء نبارك للشباب على بركة ما سعيتوا فيه، الله يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله، ويوفق العريس. وش يقول يعني أنا شوي لي علاقة عاطفية بالموضوع، فأقول لهم يعني أذكر بيت الناصر بن فهد اللي يقول زوجوها البارحة رجال ثاني ما فقدها لأمها وأنا وأبوها. سلام. معجباتي يستغلوني تراني كل ما حبيت واحدة زوجوها. يا سلام يا سلام. يعطيك العافية أبو منصور. تصبح على يمينكم دائما أعزائي المشاهدين الرائع عبد الله الروقي. صباح النور يا أبو سحاب. يا فترتي يعني فترتي من الرجال هذا. الروقي في قلبه بلا. إي لا مو مضبوط. إي مو بنظيف. لا. تطري عليه طواري ما تطري عليه. أنت بالعرس. لا. إنسان تبه بشربه. لا ما أبي. وسالم حزام على يسراك ولا على يمناك. يا مال العز ما تبي. حصل على النبي. لا ما تبي. أنت بالعز. أصب عليك بالخير يا أبو عبد الله وعلى صباح النور على أساتذة الزملاء وعلى نسخة سكريبت اللي أنا حقيقة بديت أحبهم، وهذا يعني نذير خطر علي كناقد في فقرة بدون تحيز، ولكني حقيقة أنا مو بدي أحبهم في الله، لكن زادت المحبة. مبدعين جدا، وأخص بالشكر الناصر بن قمرة وسالم بن عبد الله، ممتعين واستمروا على هذا النهج. عرفناهم قدموا ريالتي حلو، خذوا راحتهم وابتسامتهم على الشاشة كانت جدا جميلة ومحفزة. ذيك العافية أبو سحاب. صبح دائما على الجميل والرائع الفارق إبداع الحين. صباح النور أبو مفلح. مرحبا أبو عبد الله، صبحك بالخير وصبح السادة المشاهدين وعلى أخواني وعلى المتسابقين في يومهم اللي سميه اليوم الاستثنائي، اليوم اللي شفناه فعالياته واللي يوعدونا بعد الفقرة إن شاء الله بفعاليات، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق. يعطيك العافية. معنا تقرير اليومي نعرضه الآن إذا جاهز التقرير في الكنترول. جاهز التقرير؟ طيب، حنا نزولا عند رغبة الجميل محمد منصور، عنا دائما للخوي حزام، حزام ظفر، أبو منصور قال إن ما نبي موضوع تقارير الصلاة هذه، فنزولا لرغبة أبو منصور نقول تمي أبو منصور معك التقرير هذه نهائيا. الله يرضى عليكم وشكرا على يعني على التجاوب. أول شيء ما فيه عقاب، ما فيه عقاب أقوى وأقسى من عقاب الله سبحانه على 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 تارك الصلاة. هذا شيء يعني سبحان الله، وربي والله ما يطرح فيه البركة. هذا الرسالة لأي متسابق ولنا جميعا وفي كل أمور الحياة. ربي سبحانه كفيل، يعني حنا نخصم ما نخصم، حنا نحاول نجعل الأشياء هذه المقدسة والدينية والأشياء اللي بينك وبين الله لا تكون بينك وبين الله، ومع ذلك عليها خصم شديد وقوي من عند الله سبحانه ومن عندنا أيضا كإدارة. والله يكتب التوفيق وإن شاء الله تكون بدرة خير. يعطيك العافية أبو منصور، لكن كانت وجهة نظر أبو منصور تقدر وتحترم ولاقت قبول يعني، فألغيناها من اليوم ما عاد يعرض التقرير ذا نهائيا حتى نهاية. الله يعطيكم العافية. هذه النسخة يعني تقرير الصلاة. تقرير الصلاة ولا كل لا تقرير الصلاة. الصورة اللي كنا ننزل فيها غيابات الصلاة. والله ما نزلت عند رغبتي أنا وبدا حقت أعطونا السوالف العناوين السوالف الزينة وخلوا لي مالها. هذه شغالين عليها لأن من أمس وإحنا قاعدين ندور السوالف ما لقينا السوالف. لا عشان تصدق لما اقول سوالف سامجه حسد. حسد يا ابن حسد الاقران يا ابن الحلال. ما فيك زود، انا حسدك على الله يرضى. نسأل الله السلامه. انت معاقب من الله ومن النبي وانا ما ودي ازيدك. طيب لكن رجل رغبه عندنا وابداع. طيب تمشي. احنا الان معنا التقرير، احنا نحاول نطور في التقرير قد ما نقدر. عرضوا لنا التقرير خلينا نشوفه. اعطونا التقرير. سابق وخلي متسابق. عبد الله الروقي وسالم حزام احضروا على الشحم عرس قائد النسخه بكره. انا جنرال في كل ميدان. نبي الابطال يهربوا بعد البث. اول واحد عباس، عارفك بختيس اللي يمسك معه جوال اول من بيتضرر فيحان. 14000. اول شيء انا ما هربت.
إدارة الله يسعدكم السبعة حول وخرجوا حد المسجون ما يغلق يا أخوات رفيق الشدايد لو يسمون ما بعته مع ماني مع سيد الوسام حتى تعود شوعر العرب بكنفة وكان محشت يكون في خاسر بيكون في فايد أسعد الله مساءكم متابعين القناة العظيمة ومكانة تشرف ليش ما يرضى نزل أنت هنا هذا نفر زواج أنت زواج زواج أخوي عبد الرحمن وسيف يخصم عليهم 500 أول شيء أخوي خالد مرحبا فيك الله يبارك فيك مرحبا أنا مرتبك والله لا مرحبا ترحب الطيب الصدى كابوي التايبين الشاعر تابعنا التقرير يوم جنازر قطعت عليه والله العظيم من الصادق مقصودة ذي مقصودة ايش تقول أبو حزام أقول يوم جنازر بيكمل قصيد تقطعوا ويلومون ناصر إذا جاء وقال لكم متحيزي كملها يا ابو عبد الله مو بنت انا داري فريق الاعداد متحيزين ضد ناصر صح هلا ما دخل يكمل عندنا والله عكس جاب نسيت انا فاضيين اجل مشخصينها مع ناصر ما حق الرجال واضح والله واضح طيب امس كانت دخوليه الجنرال شفنا دخوليه الجنرال كانت دخوليه يعني جيده ما هي سيئه لكن كنا نتمنى انه يكون فيه استبعاد خصومات وصلت الى 14000 نقطه على هباس وسبعه وبعدين سوى خصم الريان 2000 ريان كان طالع بتسعة سوى له خصم 2000 نعم ايش تقول ابو حزام بالنسبه لدخوليه الجنرال وبالنسبه للتغيير اللي حصل على صاحب القرار احنا مع التغيير دائما وابدا لكن يجب اطلاق يد صاحب القرار كما كانت مطلقه ايدي من كان قبله قوه صاحب القرار في القرارات اللي يتخذها مين بترى في شخصيته ولا في هيبته ولا في طريقه دخوليته ولا في كاريزما كل هذه مكملات لربما لكن ترى ما هي بالأهم الأهم القرارات يعني مثلا لو أمس صار فيه استبعاد واحد ولا اثنين يعني بدأ مشوار صاحب القرار اللي هو الجنرال لكن دام ما فيه استبعاد ترى مسألة خصم حتى لو كان خصم قوي يقدر يعوضه بالتمثيل على الخشبة سيما أن أغلبهم ممثلين يعني مثلا هباس أفضل ممثل هباس من الصف الأول حتى على مستوى الدولة في التمثيل إذا بننظر له كموهبة مقلد لهجات من الطراز الأول يعني مؤدي من الطراز الأول أنت شفته اليوم العصر مع سيف أكيد شايفه سوى نفسه كاركتر هندي مدري بنقال مجنون 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 هباس بالتمثيل بيأخذها بيعوض خصمه ويمكن يجي تصويت عوض الخصم الخصم حتى لو تخصم عليه 20000 ما لها وقع على المتسابقين ولا على المتلقي مثل الاستبعاد تخيل لو الجنرال أمس جاء واستبعد اثنين هنا هيبة الجنرال سواء يرقص سواء يدخل بشكل يعني جدي إذن أنا أقول إلى الآن لم ينطق الجنرال والسبب عدم إطلاق يد الجنرال أتمنى من الإدارة إطلاق يده وإعطاه مساحة من الحرية يدور فيها بحيث أن يعني الكاركتر يكتمل نعم يعطيك العافية أبو حزام عبد الله باخذ تعليقك الآن الجنرال أمس كانت دخوليته جيدة مع أن المتسابقين ما أعطوا وضعه يعني خلاص المفروض ان الكاركتر ما جاد له اعطاك قرارات ليش تجاد له وتخرب عليه الكاركتر تفضل يا عبد الله والله شوف الجنرال امس يعني انا اعتبرها الدخوليه اليمس نقطه تحول في البرنامج بشكل عام مع المتسابقين خصوصا انه اخذ وقت كافي معهم نعم. ناقشهم وكان في توجيهات ناقش القضايا نقاش ودي كان مصلحته التوجيه يعني لعب الدورين التوجيه والعقوبات قبل يخش في العقوبات لكن انا في شغلات ما فهمتها امس امانه يعني انا ماني بعارف ليش او بناء عليه سجن عبد العزيز الاسلمي ايه في التوقيف انا ماني ما ادري شو عبد العزيز اوكي هو من المخالفين بس توقيف عبد العزيز الاسلمي انا امس ما فهمته ممكن ما خصم عليه واعطاه توقيف خصم عليه بعد. خصم سجن خصم لكن بعد ما سجن عبد العزيز فتح الباب على اخوياه ودخلوا وانخصم عليهم فكانت نقطه شر حتى على اخوياه
من الشغلات اللي صارت امس يعني استغربتها اللي خصم عليهم حاتم والشباب اللي معه حقين الجدران. أيه. الجدران كل النسخه طلعت فوق الجدران. عامر منير مقدم عندنا جاء يوم الجمعه اللي طافت وطلع فوق الجدار. فهو يا احنا مثل ما نطالب بالعقوبه نطالب بالمساواه والمنطق. يا تخصم عليهم كلهم يا الموضوع هذا تحذرهم فيه ونشوف. طبعا جاء تصاريح ناريه عقب انا واف الاكلبي بعرضها الان بعرضها الان. ايه يعني هذا من باب التعريج انهم ايه. حتى منصدمين يعني ايه. شافوا في ظلم في النقطه هذه. اما عمليه التراجع عن خصم هباس هذه نقطه ضعف عليه. هباس يستاهل 14,000. ليش ما سجنه؟ ليش ما سرحه؟ ما استبعد ليش ما سجنه؟ لا المفروض سرحه. طيب أبجيك شوف في 10,000 نقطة وصلت عندها 10,000 ونقطة ود الأهل صح لأن التعويض أنا أشوفه صعب لكن دخوليتها أمس نقطة تحول في البرنامج وإن شاء الله جميل. أبو منصور إذا سمحت لي أمس صد في دخوليتهم نقاشه مع المتسابقين شو يقول أبو منصور؟ أول شيء خلونا نتفق على شيء. أول شيء خلونا نتفق على شيء حلو أن كل مشرفين أو كل مشرف في البرنامج هو تحت مظلة إدارة تعطيه صلاحيات ومنها هو ينطلق. سابقا كانت الأمور كيف تدار على أن الشخص هذا هو مظلة الحالة وهذا غلط. من السابق مفروض أن الجمهور يعرف هذا الشيء أن كل مشرف يجي يقابل الإدارة عندنا 1 2 3 4 من مدير الإعداد سامي إلى شو اسمه محمد عيسى إلى اللي قبله في كل الفترات الإدارات اللي مرت. يعني الغريب هنا مع صدصد الموضوع يختلف. كيف جنرال طيب ليه وين المشرف البرنامج ليه ما يقدم صدصد على المشرف؟ وش الجنرال مشرف متسابقين جنرال هذه فقرة من الفقرات. لا غلط يا أخي مو صحيح. خلاص المشرف برنامج سلطان السعد وانتهى الموضوع. لكن سلطان يعاني الآن. سلطان أنا أقول لك لازم تستريح. إذا كان الموضوع ما كان عندك بشكل كامل لا تقبله يا سلطان. حضورك جميل كلنا نتفق على هذا الكاركتر أنه كان بينجح لولا أن الموضوع في إيده. يا أخي في برود في إصدار القرار في يعني يا الله باليا الله يطلع شيء. يا أخي ما في جرأة ما في شجاعة. وش خايفين منه يا ناس؟ خصم 3,000 6,000 ماني بحافظ حتى أنا ما أدري وش 2005 9,005 وش أبو يا أخي عطى إيد من حديد اضرب يا مال الشحم طلع ثلاثة مرة واحدة مرئيات قسما بالله يعني اللي صار أنا قبل شوي أنتم الآن تمدحون وتمجدون فيه هباس يستاهل استبعاد. هباس قال كلام في بث في التيك توك أنا ما شفته في البرنامج شفته في التيك توك. أيوه ما يطلع من هباس تشكيك في زملاء في مدري وهم وأرقام وهمية أو شيء زي هذا غلط يا رجل. بأي حق أصلا تطلعون في البثوث هذه؟ هذا اصلا من الان تغريده يا اخي. اذا صدصد مو بالمشرف علمونا من المشرف. مدير التنفيذي هو من يتخذ القرارات اذا نطالب صالح الحسين انه يتخذ قرارات. محمد عيسى لازم توضح الصوره تخلونا مشوشه ومرتبكين. نرتبك على ايش؟ برنامج متسابقين احنا كلنا معهم احنا ضدهم ولكن في صرامه في احترافيه. هذا مش اول برنامج واقعي نسويه في قناه الواقع. مش اول تجربه كل الاشياء مرت علينا. متسابقين طيبين متسابقين مو طيبين متسابقين كويسين متسابقين مو كويسين كل الاشياء مره يعني الحمد لله اصحاب تجربه وعندنا احترافيه كامله وعندنا وش وين العائق؟ نخاف من جمهور؟ ما نخاف من جمهور فلازم يضرب يد من حديد. اللي صار اليوم العصر مهزله بكل ما تحمل الكلمه من مهزله والله يعدي ذا العافيه. منصور ابداح امس الجنرال وتعاطي المتسابقين مع دخوليته في البدايه يعني عطوه وضعه وقاعد يلعبون معه في النهايه كانهم بدأوا يخربون عليه طلعت انسحابه من الفقره. ايش تقول؟ شوف انا اتفق مع ابو منصور جدا يعني بعيدا المشرف او غير مشرف لكن كجنرال المفروض تعطيه جميع الصلاحيات. يعني هو يتخذ القرار ويبنى عليه. انا ادري في مجلس اداره يعني يدرس القرار لكن في اشياء بديهيه مثل امس في دخوليه الجنرال كان فيه اتهام لريان والهباس والثالث من كان معه تذكروني اللي هربوا ريان وهباس وقاعد قاعد طبعا في وقت عطاهم المهله وراح الجنرال كان في حديث بين
ريان وبين هباس. ريان طبعا جحد وقال اني غير صحيح واني ما طلعت من الكلام. بدا يتكلم ريان مع هباس في المقطع اللي احنا شفناه وعرضه على الشاشه، يعني ثبتت قال اجحد ولا تتعلم وليش تتكلم يا هباس، كان جحد يعني اعتراف وعرض المقطع على الشاشه. هنا دور الجنرال، انت الان جيت تحقق لكن بانت الان امامك اعتراف من المتسابق. لو كان القرار بيد الجنرال لبت في الامر، لكن القرارات تكون في الاربيز ما هو في يد الجنرال. لا تسوي لا تفعل. ريان امس ما كان بلغوه في الاربيز، بلغوا الجنرال قالوا انه صدر من هباس ومن ريان كلام المفروض انه اتخذ اجراء، يعني عرضوه على الشاشه يا ابو عبد الله. عرض على الشاشه وشافوه المشاهدين. يا اخي انا كنت متابع في التاك، حتى الجمهور اكتشف ريان وهباس قبل الجنرال يرجع لهم، يعني الموضوع كان واضح وجلي حتى للجمهور. لكن انا ما الوم الجنرال اذا كان موجه انه لا تخصم مثلا الرقم الفلاني، لا تستبعد، لا تسوي، ما راح يتخذ قرار صارم. ريان في اللحظه هذيك المفترض على ما في استبعاد عطى 14 نفس هباس، بس كلهم كذا بداح، كلهم كذا، كل المشاهدين. انا عارف، انا اقول على برامج الواقع، انا في قناه الواقع كان الموضوع يدار من 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 من, من غرفه هذا الكنترول. شيء سيء، هذا بس شيء انك سيء. انت ما بعد قدمته، قدمه على انه مشرف على الاقل. طيب يعني اقول لك ولا قاطعتك عشان النقطه هذه مهمه. صد حرام، صد قاعدين يظلمونه قسما بالله، والله انهم ظالمين وقاعدين. لا تحط قالب، تخلي القالب وتجيب الناس عليه. ابن انت قالب جديد وبشخصيه جديده، ولا خلي الرجال لا عاد يطلع، لا تحرجه كذا وتطلعه مع انه جميل جدا بكل امكانياته، بس ما ندري وش هو. اما قرارات، لا ترى قرارات من الاداره كلها. انا بوضح صوره، تفضل. انا ما اقول لك كاشراف، انا مع ان يكون اشراف او الامور، لا انا اقول جنرال عطى الصلاحيات. يا سلام. بس لما اجي انا يا الجنرال وشايف اخطاء امامي اقيمها واشوفها، حتى اذا كان صلاحيات الجنرال اتخذ القرار بكل جراه، ما في اي تردد، ما في اي تردد. لا سيما انه هو في 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 الموقف نفسه، يعني هو اللي بين المتسابقين. نعم. يعرف متى يشد ومتى يرخي. اقول لك وش انعكس سلبي على البرنامج كله، رده فعل المتسابقين خلاص صار عندهم ثقه بان ما في اي عقوبه صارمه لهم، بدوا يتمادون. والتمادي شفناه متى؟ اليوم العصر. اوف جنرال وش جاي؟ اذا انا هارب ومعترف معطيني 7000 يا رجال، ما يهمك احد، هذا اللي ما يدار بينهم في غرف النوم، ما يهمكم احد، خذوا راحتكم، البرنامج ضايع، اداره ضايعه، طالعين في بثوث بثوا واطلعوا واستانسوا. بس لو كان يذكر ان هباس مستبعد البارحه واني ممكن استبعد اليوم، والله ما يتجرى. اليوم اللي صار العصر شيء مستفز، وانا اوجه رساله بكون جريء فيها لاني مؤمن على هذا الكلام، والرساله هذا اوجهها لاخوي الكبير جدا اللي له كامل التقدير والاحترام، اخوي بدر حسين، في فقره رسميه وبثوث التيك توك. هي معاناه للامانه. المتسابقين لما يكون في اسم كبير مثل بدر حسين يعطيهم الصلاحيه يحرجونه. خلاص دقيقه، ما في حرج، انت فاتح بث حاطه وكل يوم 4 يجون يستلمون البث، خلينا نكون واضحين وجليين. هذا خطا صار. انا اذا كنت بعزل المتسابق عن الجمهور وفي احد من الاداره يسلمهم البث ويقرا في البث ويشوف اراء الجمهور توجيهاته، هباس ليش تناقش اليوم في موضوع الوهمي ما الوهمي؟ يشوف كلام الجمهور، وصار وصلت المرحله معهم في التمادي. لكن اذا كان في انضباطيه، لو اليوم كان حتى بدر حسين نفسه قال لا يمنع بقرار من الاداره، هذا هو القرار. احنا نجي هنا نتكلم في اشياء ما نبي نظلم المتسابقين فيها، لكن لما نشوف التصرفات هذه نثق ثقه تامه بان البرنامج الى الهاويه للامانه. يعني اذا كانت التمادي اللي قاعد يحصل في ناس اليوم باثين في هايلوكس في سياره، حاتم وناصر المطيري ومن معه الثالث عادل باثين في هايلوكس في سياره، وين الهايلوكس ذي؟ وين اللي بثون اللي ياكل بمنا؟ طالعين برا. لا ما هو هايلوكس، باثين بسياره بمنا معهم، سياره بدر، سياره بدر ادري. لكن اذا وصلت المرحله المتسابقين اثناء البرنامج وفي نص البرنامج هذا ياخذ جواله ويبث في التيك توك وهذا يسوي، ترى اليوم ترى ما احنا في انا موطل. مريتهم ترى مريتهم، لقيتهم قاعد جالسين. انا توقعت انها اسقاطه او شيء او مطلوب، لقيت جالسين وحاطين الجوال شبكنا في الشاحن ولا في اي. ليش من امن العقوبه ساء الادب؟ خلينا نكون واضحين. لكن ترى اليوم ترى يا شباب ترى مو باليوم الوطني، ترى فعاليه خالد الروقي هد الوضع. انا اتوقع حتى الاداره والاعداد
صدقوا المسألة وشالوا الليلة خلاص عطوهم جوالاتهم. لا، التهاون هذا لازم يوقف، وإلا قولوا لنا وخلاص ما عدنا حنا جايين ولا متكلمين. ليش أنا أضرب 100 كيلو أجي هنا وأتكلم وأطالب في شيء واضح وجلي أمام الجمهور؟ ما ألقى لا حياة المنتنات. الإدارة بنفسها بث تيك توك. يعطيك العافية عبد الله، عندك تعليق أخير؟ أنا عندي إضافة أمانة، نقطة يعني نقطة مهمة، لكن شدني كلام الشباب. بدر الحسين أو غير بدر الحسين، في برامج سابقة كان عندنا قرار يمنع ظهورك في شاشة أحد الضيوف أو أحد الإدارة، فكنا نتمنى، لأن هذه المسؤولية عليك كمتسابق والنقاط عليك. صح. فبدر الحسين يعامل الشباب كأبناء الصغار أو إخوانها الصغار أيا يكون، هم اللي طمروا على البث عنده، فالمسؤولية عليهم. أنا أبري أبو عبد العزيز من الموضوع هذا مهنيا بشكل كبير، يعني هذه مسؤولية المتسابق إذا مهتم بنقاطه. أنا عندي موضوع مهم، الشباب تعرجوا على موضوع الجنرال اللي عرفنا أو حفظنا وفهمنا أن هذه قرارات إدارية ينقلها المشرف في كل البرامج، لكن من حق المشرف أنك تعطيه مساحة يا سلام. وتعطيه مجال يقول مرئياته ومجال يشوف القرارات اللي تناسب ولا ما تناسب. أنا اتخذت قرار ضد محمد منصور، بعد فترة ارتكب سالم حزام نفس المشكلة. مو منطق أني أنا مشرف أن تعطي عقوبة أقل من سالم وأجي أنا أنقلها. طب أنا مشرف قد أعطيت محمد عقوبة أكبر، أعطي شيء موازن أو شيء أكبر. لكن النقطة اللي يعني تمنيت أن أمس تعرج عليها الجنرال، أنا أطالب الجنرال وصالح الحسين ومن يهمه نجاح هذا البرنامج عشان تنحل أكثر المشاكل. غرفة المتسابقين أذن المغرب قفلها يا سلام، يفتح البث، ينتهي البث الفجر افتحها، غير كذا ما انت معالج ولا مشكله. يعطيك العافيه. في عندنا مقطع بنتابعه نعلق عليه، اعطوني المقطع الاول. طبعا اليوم مزحوم بالاحداث، مزحوم بالمحتوى، ف المقطع الاول جاهز كنترول، اعطوني اياه. اسمع، ما حد مهتم عرس. انا ما هربت. اسمع دقيقه ناصر، طلبت فيكم ورفض هباش وعبد العزيز، ولكن خصم 9000 اللي على ريان صار 7000 جيزه من جيزه. الله يبين وجهك، الله يبين وجهك ويجمل حالك يا ابو ماضي. لكن هذا اللي قدرت عليه. انت بيض الله وجهك، لكن حتى 7000 ظل. ما هربت دقيقه، ما هربت والله، ما هربت. هي بالعاده ما هربت انا. اول شيء انا ما هربت، عطني ما يثبت. انت تقول اني هربت، عطني اثبات اني انا هربت. 7000 على وش؟ 7000 كانك تقول خطرة. روح جرى 14 وش كنا استبعاد. شكرا. المقطع هذا فيحان راح يطلب ريان خصم عليها 2000، لانها سبعه عارف ان ريان هارب وقرر ان ريان هارب، فاطلبها في 2000 وخصمها الجنرال. جميل، تمام. معامله باخوياها الهاربين. ابدا مع سالم ولا مع محمد منصور؟ سالم. تفضل تفضل تفضل. ترجع عندي، ترجع عندي. لا لا، سالم اخذ ضعيه الهجوم. سالم الان فيحان كهوست على ما يقولون راح وطلب بالألفين، حلعهم كلهم خصم له 2000، ما طلبه في السبعه. حلو، كانه اقرار من فيحان انه ريان فعلا هارب. اللي قاعد ريان يجحد يقول لا انا ما هربت، ليش يخصم علي 7؟ لذلك ولا عرض دليل. تفضل. لذلك احنا نقول شوف الدليل، ما دليل سالفه اين الدليل حق سعود واز على خرطي. المعد اذا قال انت فعلا، إذا قال أنت هربت، أنت هربت خلاص. أنا 7000 شوي ترى. أيه؟ المفروض الثلاثة ذولي، لو كنت أنا مثلا صاحب القرار الجنرال، أقسم بالله لو قلت ثلاثة ذولي استبعاد عشان يصير البرنامج هيبة ولي هيبة. أنا أصلا استبعد يا أخي، اطلع من ما تستبعد إلا وحيد كل 20 يوم. ليه؟ إحنا ماشيين على خطة. استبعد ثلاثة، اقرش 4، خلهم تكل على الله. هنا التغيير، هنا التجديد، هنا التحديث، هنا التطوير. استبعد ثلاثة معهم مقدم مجانا، مقدم مجانا. والله صدق، والله صدق، هذا من جانب. معهم الجانب الآخر، الجانب الآخر، حنا نقول دائما وأبدا إطفاء المايك جريمة لا تغتفر. الخصومات خلى على إطفاء المايك فعلا. يوم قال فيحان اجحد، حنا عشنا المسلسل وفهمنا. يوم تكلموا سوا وقال اجحد، ما أبو فيحان، هباس عفوا، قال جحيد ومرم بعيد اجحد، نسمع. تخيل انهم مطفي المايكات ويسولفون. لذلك اطفاء المايك هو اللي على الخصومات. خل هروب، هروب استبعد جوال، استبعد يا اخي، استبعد ترى واجد، لو استبعد 10 وين القضيه؟ يبقى 14. العدد واجد، العدد كثير يا اخي. ما احنا بنقول بنغير، بنجدد، بنحدث. ليش احنا ماشيين على رتم
يوم الثلوث نستبعد واحد وبعد ثلاث اسابيع نستبعد واحد. عزيزي انت تمشي على سيناريو، اذا مشيت على سيناريو هذا ليس برنامج لا واقع. تروح بعيد بكمل مسلسل سالم واقع. لا تروح بعيد انا بشغل لك المقطع عشان مره واحده تعلقون عليه. تفضل تفضل شغل المقطع الثاني. المقطع الثاني هذا يعني ضرب بقرارات الجنرال جلال الحائط. شغل لي اكيد خصم صاحب الغرار من الاخر احرق عليكم. صاحب الغرار يدور شو على ظهور المتسابقين انت بس هذا هو عجيان يقول صاحب القرار يدور شو على ظهور المتسابقين ما هو فاهمين المقطع هذا. نواف الاكلبي وش يقول؟ يقول انا ما علي من خصمه ولا قام عندي قاعد واعلى ما في خيره يركبه وانا بطلع. من يقول نواف الاكلبي وبطلع ثاني مره. قال حاتم وانا معك يعني حتى خصم الألفين ما شكلت عليه. كمل سالم بنتقل لمحمد منصور. هو فصادق هو فعلا ألفين يعني مي بشيء. عدم حضور الصلاة ألف كلهم هم بحاضرين مثلا وقت بيصيروا نفسه ولا أنزل منه. لذلك عجيب مو فاهم يقول صاحب القرار يسوي شو. كيف يسوي شو؟ ما تجي اللي يسوي شو عجيب علمك من هو؟ عجيب معنا في البرنامج. إيه جاء أمس بفقرة عبد العزيز الزهراني وعبد العزيز الزهراني عنده ضيف. وكانوا يشيلون الشباب شلات. جاء عجيان قال انا اخالفكم الراي اشوف ان هذه فقره دينيه والمفروض ما فيها شلات. اوه والله العظيم دقت بلوت والله يا وجه الضيف دقت بلوت. ها صاحب القرار يسوي شو؟ العبوا بلوت ورع الكرك رع الكرك رع الكرك جالس على حساب هذا اللي على حساب اخوياه ابو حزام. ممكن اقاطعك؟ قاطع. اسالكم بالله كمشاهدين هذول متسابقين يستاهلون ان نجي ونحضر تساهلون التشجيع؟ هذول متسابقين جايين برنامج يبون يحققون طموحات يبون يحققون اهداف يبون يحققون احلام. جالسين نتكلم في اخطاء لهم جاي يدقون بلوت هذا راقد وهذا زين كرك قاعد يحلم. تجي تجيني بالهاشتاج تلومني تقول يا اخي ضغطتوا عليه. اجواء عرس هذه اجواء عرس اجواء عرس مهزلة بعد العرس اجواء عرس نقطة نقطة مهزلة جدا سالفة نقطة عجيان بس اعطنيها الان يا اخي اقسم بالله شبانهم شوف شبانهم الضيف طلعت انا داخل برنامج متاخر امس وواجه عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز الزهراني هو اللي نبهني قال شوف الرجال ترى مستاء من عجيان اللي هو صالح السحمان. ايه يقول مستاء من عجيان على كلمته. يعني انت تعلمهم يا عجيان تبي يعني تبيعهم على الهواء تبي يعني تحرجهم. لا تحرج المقدم هم عاضف لا تحرج. يقول يقول هذه فقره دينيه ليش تسمحون لهم يشيلون شيلات ومع ضيف وضيف ينظر في تبي طيب لان الضيف طالب شيله. قال انا ارى ان هذه فقره دينيه ما فيها شيلات. وش فيها فيها بكاء ما ادري شيء ما ادري شيء بابن الحلال عجزنا نفهم حنا. ويقول صاحب القرار شو ولو اني من صاحب القرار قلت انت يا عجيان أن طلعت ابراهيم قبل تكفيه تكفيه ما قال في وجهه تكفيه عقب راح للبيت صاحب القرار. اي فعلا ما قال في وجهه صح صح اي عقب راح البيت صح صح يخافوا. طيب يا سام طيب زعل الضيف وكلمت عبد الزهراني بغلا قلت جات في خاطر الرجال. قال لي والله جات في خاطره وجات في خاطري حتى انا هالحين حتى احنا كسح يعني بالعربي كسح الضيف خلاص عجيان كسح الضيف هو ضيف على المتسابقين مو ضيف علينا كلنا كلنا يعطيك العافيه ابو حسام محمد الضيف. والله اني كنت بتكلم عن موضوع بس انا استذكرت شيء قبل ابو منصور. تذكر في الجزء الاول البارت الاول السكريبت ايه واحد من المتسابقين قال لا تخلونا انتبك انتبك على الشاشه هذا يقول لك فقره دينيه ما فيها شيء. كانت مبادره من عقاب جميله سبحان الله. شوف يعني يختلفون عيالهم مو سوا. ما عليه يا اخوي عجيان ممكن صاحب القرار ممكن حنا ممكن كل احد في البرنامج هذا بعيدا عن كونكم متسابقين يسوي شو ممكن بس اللي مو بزين واللي مو ممكن انك تسوي شو على حساب اخوياك. نعم خذها نصيحه منا كيف قاعد بتاخذها ما تبيها وهذه مستقبلا يعني ان شاء الله هتكون لكل من يبغى يشارك في برامج الواقع خصوصا المؤمن بروح المجموعه. انت ما انت بتلعب كره تنس بحالك لا انت مع في تيم واللي يعيش مع الفريق والتيم ترى لها علم لها عرف لها اشياء لازم انك تصير فيها. انت اذا تلعب لحالك بكيفك الانانيه تصير عادي اشياء كثيره. اما اذا كنت مع مجموعه اعرف المفهوم هذا مفهوم انك كيف تعيش مع رجال كيف تعيش مع ناس واجد كل الشباب هذول يبغون ياكلون مثل ما انت تاكل كل الناس ذول يبغون يسوون شو مثل ما انت بتسوي لكن كيف هنا تختار الوقت المناسب تسوي الاشياء تعمل على روح الايثار
تخلي عندك تسامح، تخلي عندك فرحة. أوكي ممكن يدخلك شيء إنك ودك إنك صرت مكانه، لكن مع الأيام صدقني بإذن الله أصلاً حتى في لما تسوي في مقولة يقول لك كن يعني كن نبيلاً حتى في المواقف التي لا يراها أحد، حتى اللي ما تدور الناس يشوفونها خليك نبيل، سبحان الله تصير تتأقلم شخصية حتى في الأشياء الموجودة، مثل عبد الله الروقي مثلاً. فلكن النبلاء عجيان، أي عجيان غريب التصرف هذا، أتمنى أنه من غير قصد. سووا كل شيء يا متسابقين، القرية بكل ما فيها سووا شو معي علي أنا، سووا اللي تسووا إلا على زملائك يا أخي، إلا على أخوانك اللي معك. أستغربها والله من عجيان، وأطالب من هذا المنبر باستبعاد عجيان المري الآن، يتخذ القرار المفروض بسرعة. الضيف خط أحمر، لا تساوم يا أخي على موضوع زي كذا. أنا شيء وش تبينا نسوي طيب؟ وش اللي فقرة دينية؟ ما يجوز الكلام هذا منك يا رجل، إسقاط غير مو في محله يا ابن الحلال. لا تعطينا وضعية يعني كيف، هل فيها شيء الإنشاد لما الواحد يغني بصوته؟ إذا الجمهور عنده يعني لبس أو عنده أن الضيف ما زعل يكلم عبد العزيز الزهراني الآن، عبد العزيز راح يعشي الضيف. خط لا احمر، كلامك محل ثقه ابو حسين، اشجع ونشكك فيك. خط احمر متجاوز اللقطه، غير مقبول. تفضل ابو منصور كمل. خط احمر، الموضوع هذا سيء جدا، المنظر يعني ما كان زين، وفي احراج الضيف، وهذا خط احمر. هذا لازم، هذه اشياء لازم نضعها يعني قوانين صارمه اصلا، دايركت على طول طلعوه. عجيان اخطيت من غير قصد، تبي تعتذر هذا شيء راجع لك، خلاص المقطع راح. كيف نجيب لك المشاهدين اللي شافوا الفقره ذيك؟ إذا تعتذر يعني بتكون أي شيء نقوله نسويه خطأ وبعدين نعتذر، لا مو صحيح. الشاشة هذه شاشة أنت كبير عاقل بالغ، تعي ما تقول تعي ما تفعل، فأنت لابد أن تحاسب. نصيحة أخيرة في هذا الموضوع، والعدني بقايل لهم، أنا توقعت أني بجتمع معهم تحت الهواء. لا يا رجال اتركهم يا رجال، بقولها لهم على الهواء اتركهم. وهذه نصيحة، تبون تنجحون ها، كل شيء صعب، الأمور كلها سيئة اللي أنتم تقولونها، يعني في شيء واحد لو تسوونه والله رب البيت. اول شيء انتم متندمين اذا ما زانت الخطه ذي، ما انتم متندمين؟ وان زانت بتكون تاريخيه في عالم برامج الواقع. كل النسخ اللي مرت في كل القنوات من اخر 3 سنين تقريبا كلها تصنع فيها قصص على المتسابقين بينهم بين، عشان يطلع محتوى يقدم لفقره النقد، فقره النقد تصدر هذه الزعزعه، يصير في قرار استبعاد. اعطيكم الخطه النهائيه، هذه كانت تكتيك والتكنيك ها، سووا مشاكل بينكم تطلع على السطح، نجيبها احنا محور يستبعدوا، فتكمل القصه. اذا والله وانا اقولها صادق متجرد من كل شيء، اذا كانت تبون تسمعون الدنيا بنسختكم خلوكم يد وحده، حبوا بعض حتى لو ما تحبون بعض، جاملوا ما عاد بقى الا شهر وعليها، جاملوا بعض، مشوا الليله على الهواء. اي احد يبي يضرك ويدخل بينكم يقول وقف ستوب، خط احمر، انا ما لي مفشل خوي على الهواء، ما هي بزينه والله ان سويتوها. ترى النسخه اللي قبل من زمان، ما اذكر متى اخر نسخه كانت يعني يد واحده، الا كان اخوان شو اسمه الله يذكرهم بالخير، اخوان مصلط، اخوان مصلط تقريبا اخر نسخه كانت، مع انه لا صار فيها تاتشات وكذا، كان فيلم. انتم اصملوا دام ما بعد قبعت بينكم ذيك القبعه، خلوا القبعات الاول، الجزء الاول انتهى. هذه نصيحه، وهذه خلطه النجاح، إيه بغيت تسوونها سووها، ما بغيتوها بصركم. يعطيك العافية أبو منصور. زملائي النقاد، أذكركم أن كل واحد معاه 200 نقطة لحق الموزع، سواء في الحلقة أو عن طريق غير اللي قبل أمس ولا يعني. كل يوم لك 200 نقطة. كل يوم لك 200 نقطة. يعني البارح اللي غير اللي قبل البارح. إي بس ما وزعتها أنت إلى الآن، ما أدري ليش. شوي في تويتر بنزل الستة كلها. يلا. عموما كل واحد له 200 نقطة. تويتر عقلوا على المتسابق اللي يستحق. وإذا ما بغيت أعطيها أحد. ها؟ وإذا ما بغيت أعطيها أحد. خلها لك. إي كيف بصرك. عبد الله. حاتم ونواف الأكلبي يقول ما هم من الخصم ونبي نطلع وعلى ما في خير يرحم. هذه سوالف ولا عندهم غير هذه ولا وإن شاء الله أنهم يسطون عليها ويقدرون عليها. هذه سوالف، وهذا تصميم عاجل سريع جدا في التيك توك، هم ميزتهم فرق دعمهم ما ترقد الاثنين دولي، فمحترامي لهم طبعا، ما عندهم سالفة. وتحداهم تحدي، عقب الجنرال أمس تكلم، تحداهم تحدي وللمعلومية فقط، الجنرال فيما يخص المخالفات هذه ما زود ما هو منقص. صح. الـ2000 اللي اخذته قالون هذيك معها حب وكرامه ومصافح حيدي، لكن اللي عقبها لا. اتحدى حاتم ونواف الاكلبي من هنا لين يجي الجنرال المره الجايه يطلعون على شو اسمه
على الاسطحهم وغيره. يا سلام وبس وسلامتك. طيب بداح بعرض مقطع ودي تعلق عليه زائدا تعليقك على الشباب. اعطوني المقطع رقم 3 خلينا نشوفه. مقطع الشباب محمد يقول خلوكم على قلب واحد قبل شوي بان ما فيه على قلب واحد انه اعطوني المقطع خلينا نشوف. خربت الدنيا لابوها ولا ها خربت الدنيا لابوها ولا ابو جده. بحكم اني انا مسجون ما ندرك خويه والله ونعم خويه بس هذا ابو حماد. طيب اسمع اسمع بما اني احكم انا مسجون فانا ادير الجلسه. انا مدير الدمن وانا مدير الزمن وانا مدير العزبه. شيخ مسجين روح ونعم. طيب نبي قصه من كل واحد يا شباب. انا سجين عض العبره عشان اعتمد. قلت قصه حشد يا خرب. يلا قول. يقول يا طويل العمر خسرت بنوك المال ربحت بنوك الطيب ولا ضعفت عزوم القوم ما ضعفت عزومهم ولا ضاقت الارض دقيت سلف الجيب. هنا سلطان السمي ومشعل بن علي مشعل قنور مهتمين في التنافس اكثر من الخوه. حلو ما عليك منهم خلهم مخصوم عليهم تعال خلينا نكمل حنا يومنا. بداح ايش تقول؟ شوف انا خذيتها هم ينادونهم من الغرفه هم يطلعون اخوياهم اللي رايحين عند عبد العزيز السمي. ما طبطب على العزيز. بقول لك حاجه. اول شيء كان القرار الجنرال واضح ان سجن عبد العزيز شباب دخلوا وخصم عليهم لكن سلطان ومشعل يعني انا ما الومهم. انا داخل منافسه وبتنافس. نعم. انا لو اني منهم انا ما بكلم اللي المتسابقين الغرفه ما نكلم خليه ما نكلم. طيب نواف الاكلبي في موضوع انه انا ما علي من الخصم هذا ما همني. ايش تقول فيه نواف الاكلبي؟ نواف وحاتم يعني نواف الاكلبي والله حتى ما ودنا نعرج عليه حتى بدون تحيز. هو اصلا لا محتوى ولا وجود. هو ينتظر بدون تحيز ينتهي ويعطي كلمه وينتهي. يعني الآن هو يقول أنا ما فكرت في الخصم. نواف الأكلبي من المتسابقين اللي يدور عن أي حدث لو هو بسيط يتشبث فيه بس عشان يكون محور فيه بدون تحيز. يعني باحترام الشديد له متسابق فارغ بدون محتوى أنا ما أدري كيف دخل البرنامج والله ما أدري. كمل عدد تكملة عدد هذا يمكن لو 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 يرفعون به الرتم يستبعدونه مرة واحدة. لكن في نقطة ثانية. تفضل. نقطة ثانية. بس ما ادري يمكن محور ولا شيء. هذا دلاله ان بعض المتسابقين يدور اي جبع سالم ما هو بحسن سالم رجال الان مثل اصلا نواف نسخه الجبع جبع مثل نواف نواف الاكلبي سالم عبد الله ناصر بن قمره كان في حديث بين 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 سالم وبين ناصر بن قمره انه البرنامج هذا دلاله انهم اصلا وجودهم في البرنامج خطا اصلا اللي جابهم في البرنامج اللي دخلوا البرنامج عليه ذنب من الله والله سالم في اللجنة ولا اتوقع لا ما هي في اللجنة محمد منصور في اللجنة كلكم تحملون هذه المسألة لا 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 اللجنة هاي علي بروية هو برشوت انزلوا برشوت انا اثق ثقة تام ان الثلاثة ذولي منهم. انت بأي محور نواف الاكلبي ايه تفضل نواف الاكلبي سالم عبد الله اللي مربط في موضوع نواف ايه؟ سالم بن عبد الله ناصر بن قمرة يعني كان حديث بينهم ايش يقولون؟ يقولون سالم عبد الله يسأل ناصر انت ندمان على جيتك هنا للواقع انا صديقه موجود تبغاني اعرض لك اياه قال بالله اعرض لي عشان اعطوني المقطع انا في خاطري كلام بطل يلا اعطوني المقطع يعني شفت استفزني المقطع اعطوني المقطع هذا استفزني انا استفز كل المقطع موجود المحور اعطوني المقطع اذا جاهز يا كنترول كلمني في البيت انا اسف عبد الله اني لا 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 بالعكس لا ما عندك مشكله يا اخي ايضا سيف رايكم سيف اي مقطع عندكم موجود والله ما تبغى بسيطين سيف نبي نجيبه في كفر الروم جيبوه نبي ناخذ سيف امشي قوم ما باكم ماني بجاي خلاص لا لا ما تجي يقول ما بيكم نبي نعرض المقطع اذا بغى يجي عشان ما يقول ما بنضرب بس سالم وناصر خلينا نستكمل مع ابداع عطني المقطع سالم وناصر سيف الادري محمد يقول من مو متسابق عندنا اعطوني المقطع لا مقتنع في الواقع اللي عيشه ذا جاوب على السؤال وش السؤال عيد قلت هل انت راضي على عيشتك في الواقعيه الان رد السؤال ايش هل انت راضي على عيشتك الان في الواقع في برنامج الواقع ايه قول لي برنامج الواقع اخلص لا وانا على انسحابي طيب اسالني السؤال انا على انسحابي من قناه الواقع صفك واحكي تعلن انسحابك اسالني هل اذا ناصر اعلن انسحابه تعلن انسحابك من قناه الواقع لا انا على انسحابي اسمع انا والله لا رد عليك يمكن قويت تقول هل ندمت خلاص انا على انسحاب الله يستر عليك انا طالب من هذا والان نودع ناصر خان إلى لقاء قريب.
طيب شوف لا لا حلو واقعيين خلهم يجنون شوف ما صدقت حقيقي انا بعلق على الموضوع ذا سالم عبد الله يقول انا بعلق تفضل ابدا يعني انا شفت المقطع فسرتها يعني واسترجعت الذاكره الايام اللي راحت كلها لا تواجد سالم وحضور ولا ناصر بن قمره وحضور يعني انت الان حسستني انك انت الان في البرنامج قدمت كل شيء سويت كل شيء وصلت المرحلة انك ما شفت ردة فعل من الجمهور ولا ان البرنامج مو على مستواك ومتندم على وجودك عطني ايش اللي انت قدمته انت يا سالم انت يا ناصر بن قمره ما قدمتوا اي شيء يعني المحتوى كان جدا ما في شيء سي في لكم ما في تاك والتيك توك ما وصلتوا حتى 5 مليون ما في اي شيء تويتر مالكم اي تواجد لا تاقات لا تفاعل جمهور وتجي تقول انا متندم خف علينا ناصر بن قمره انت محتواك الوحيد من سبت لسبت تاخذ الحصانه وتقول لك بيت شعر وتنزل من المسرح هذا محتواك والهوشات يعني انت لو تدري ان عندك محتوى ما رحت للحصانه تضمن بقائك في البرنامج انت تدري ما عندك شيء تاخذ الحصانه وتنزل وتجي تقول انا متندم يا اخي انت في نسخه اسمها سكريبت جيت اسقاط مظلي على قولة الريجين يا اخي احترم المكان اللي انت فيه غيرك 6000 غيرك الاف مؤلفه يبون يشاركون يبون الفرصه هذه وتجيني متكي تقول لي والله متندم والثاني يقول راضي عن المعيشه ايش في راضي عن المعيشه سلام عبد الله انت محتواك الوحيد تهاوش عبد العزيز الاسم ما يقطع عليك الجلسه سوالفك يعني خلو احترموا الشاشه احترموا المكان اللي انتم فيه انا استفزني المقطع لان فيه شباب يحترقون عندهم محتوى وبالعكس متشرفين وموجودين في برنامج مثل هذا وشاشه طيب احترموا الجمهور اللي قاعد يدعمكم برا تقول انا متندم يا حبيبي انا اقولها من الان تراك مسوي خير تخفيف ورحمه خذ شنطتك وروح ترى والله انكم مسوين خير جنرال هم مستبعد يصيح من هنا لبكره ما له مستبعد لكن تراك مسوي فينا خير خذ شنطتك وروح تخفيف ورحمه تجمل باخوياك اللي بيقعدون تجمل تراك مسوي جميل في خوياك وفينا وفي الشاشه وفي الجنرال وفي الاعداد وفي المخرجين والمصورين هو منطق يا جماعه الخير جالس متكي تندمت يا ابو حزام انك موجود معنا في الواقع تندم لا اي والله متندم لا عيشتك الواقعيه عيشتك الواقعيه كيف عيشتك حتى كلمه ما اعرف يسولف فيها عيشتك يعطيك العافيه بدح ابو حزام ايش تقول يا عيشت القشر عيشت القشر صدق تقول ابو حزام شوف اليوم 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 48 ولا فيه برنامج في اليوم 48 حصل اصداء على فكره تدري ايش مشكلتنا ايه مشكلتنا ينجح البرنامج اللي قبله طبعا البرنامج ما ينجح الا في نهايته نعم ونقيس ان كانه تكمل البرنامج اللي بعده غير صحيح كل برنامج يبدا من صفر يبدا من الصفر الين 48 طيب خذ هذه معلومه انت وياه خذ هذه معلومه انت وياه يا متسابق يا مستعجل يا مسكين يا مغرر به الان سكريبت واحد في اليوم اللي مثل هذا اليوم خرج منها احد المتسابقين وجاني في مجلس الشيبان وانا اقدم سكريبت الله يذكرهم بالخير الاباء ونمسي عليهم بالخير وانا فاقدهم الايام هذه لعلهم يجون في الليل ان شاء الله مرت واحده اسلم عليهم كل يوم فجاني ومر علي اسلم عليه يا فلان كيف حالك جاي بياخذ ملابسه بعد ما طلع في البرايف وش اخبارك وش علومك قال يا ابن حلال برنامج ما اشوفه الا اهلي خلنا نروح في اليوم 47 ويرجعوا له ما اللي طلع في اليوم 47 ابحث اذا كنت يعني مهتمين قال برنامج ما يشوف الا اهلي هذا سكريبت واحد انجح برامج قناه الواقع من ناحيه تفاعل المشاهدات قال برنامج ما يشوف الا اهلي خلينا نروح الاهلي يا رجال قلت الله يوفقك هذا في 47 انت الان في 48 والبرنامج في صعود وتستعجل ونوعيه الشباب اللي موجودين هنا على الرغم من حنا نضغط عليهم ونعطيهم جرعات لان احنا نرى انهم يستحقون يكون في مكان افضل من ذلك وفي رتم اعلى من ذلك وبعضهم يستعجل القطاف واذا استعجلت القطاف مشكله فانا اقول لكم نصيحه لوجه الله انتم الان اسماءكم واضحه بدات تبرز لنا وكاشخاص نجوم لكن لا تستعجل لا تستعجل الاستبعاد انك بتندم لا تستعجل الخروج من البرايم انك ما انت براجع في الايام الاخيره بروتوكول عوده المتسابقين اللي دائما نعاني منه يطلع ويرجع ويلعب جواله مو بحاصل والعدد كبير ما يحتاج يرجع لراح يومين يمكن بس حتى لا يوم ولا يوم خلي ينتهي من الشاشه من طلع طلع لذلك احرص انك ما تستبعد الان
ولا تطلع ابراهيم لان هذه اسميها خساره. بالنسبه للعوده عوده 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 ايش قلتوا نبدا العوده؟ تقول كانكم جايين من روسيا، وش العوده؟ وش العوده؟ كنتم موجودين وتشطفون الاستراحه، اقسم بالله انهم يدورون عليها. عوده عوده، وفي الرياض ما راحوا لاهاليهم على فكره. يوم رجعوا يتمنونهم بالعوده. يا الربع ريحونا يا اخي، ريحونا يا الربع ريحونا، ما ترى ما انتم في النهايه ما انتم يعني مثل ما تعليق يلا بحمولها تقول يعطيك العافيه. تعليق محمد منصور، انا وسالم اذكر احنا اكثر ناس عرضنا على هذا الموضوع من البزنس. ايه كنا نقول ما لا لا عاد يرجعون، بس والله اني حزنت اول ما شرى شوف نسخه ذي معوكسه في كل شيء. يعني كيف ما يرجع متعب؟ احنا نبي متعب بس، احنا ما نبي داخل، ودي المتعب يرجع وخمسه وسته يطلعوا ثقيده متعب. اي والله. وش كنا نقول؟ نقطه سالم اللي كان يقولها. اي والله اذكر يعني مرينا كل مره نمر في تجارب، كل نسخه نمر في تجربه، شيء جديد، فكره جديده، ناخذ منها نطلع منها بما يسمى بالخبره. اقول لك خبره يعني قد مرت عليك كذا. وقد اذكر في البزنس انا وسالم وعادل بن هيف واحد الله يذكره بالخير ابو نايف، كنا هذه تجربه كانت في البزنس، كانت تجربه لنا الثانيه، كنا في جنتل سوا ثلاثه مع زملاء الله يذكرهم بالخير كانوا معنا، لكن حنا كنا نقيس بين جنتل وبزنس. جنتل كنا في 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 بعد الخم على الخمسين كذا، كانت اي فقره لنا اي فقره، هذا سلام عليكم بس يلا بس نطلع بسبعه 8000 لايف، محاور تعبانه، الدنيا تعبانه قسم بالله. وصلنا في بزنس على دعم اللي جانا والنقل، مسرح كامل ويعني تطعيم باخويانا الله يذكرهم بالخير، صرف والصرف يا عمي وين جروبات الواتساب، خمس جروبات بس عداد هذه لنا بس. انا نايم في البيت اقوم الساعة 8 القى سكريبت 8 كنت جاهز، غرفة كنترول يا ولد المايك يركب من المواقف وانت جاهز، ويجيب لك كافي ويجيب لك. وصلنا يا ولد وصلنا 60 كنت تحلق انت في البرنامج. وصلنا 60 ما تعدينا 3000 يا رجال. نعم. جانا اثنين. نعم اي وصلنا 50 وصلنا النص ما تعدينا 3-4 4 نقول يو حلقة. قلت يا الربع احنا في جنة تجيب والله العظيم يذكرها سالم قال يا الربع يعني شوفوا فرق امكانيات الدنيا لها مقاييس ولها حسبه. ان المختصر بس ما شاء الله تبارك الله وصلنا مداخله 20000 جبناها في البزنس، نجحنا طبعا بعد النص الاول يوم بعد كم ما تعدينا يوم كم يعني البرنامج وصلنا 70 يعني اخر وصلنا 70 مداخله عبد الله اذكرها مداخله انا وعبد الله الروق عبد الله القمي. يعني انت تقول انت توافق ابو حزام ان البرنامج ما ينطلق الا بعد النص؟ لا ما في دراسه يعني ما نقول لك بعد النص، فجأة كذا من مواقف من أشياء من أحداث، لكن البرنامج ما بدأ يضرب من الستين هذا إيه إيه قناة يعني لها دراسات ونعرف بعد النص تقريبا يبدأ الزخم. طلعنا 20000 أقول لك مداخلة وين الهلال والنصر مو إيه والله الله يذكرهم بالخير طبعا. فانتظروا لا تستعجلون، ندمان توكل على الله روح بيتكم لا تصدقنا المشكلة اثنين شعار وعندنا برنامج شعر الله يزين يحبون كلوتهم. عبد الله ودي اعرض لك مقطع تذكر قبل المقطع المقطع ورثه دراسه عندي تعليق عدريف يقول انا ما تاقلمت اول انا اكتشفت ان جميع الادارات وجميع البرامج تمر بالمرحله هذه صحيح. هي الدعوه من المتسابقين. انا والله العلي العظيم هذه تحيه للي كانوا داريين علينا في برنامج البزنس ون. قدام ندخل القريه في اجتماع مع الاستاذ ناصر الغامدي الله يذكره بالخير وزياد الشهري قالوا ترى كل البرامج الواقعية في الشهر والنص الثاني من البرنامج تقوى، على أن كنا من بداية البرنامج وحنا يعني مقدمين كل اللي عندنا. كلام الشباب يؤيد بوجود إمكانيات أو عدم وجود إمكانيات البرنامج قائم على متسابقين. يا سلام تقدر صدق تقدر تصنع قصة من أتفه الأشياء من أتفه الأمور الإمكانيات فتقدر تأدي شيء جيد. فالشباب أنا قلت لهم من 3 أيام يمديكم تحققون ارقام في رصيدكم. كلام سليم كلام سليم تقريبا بسيط يا اخي. انا ما احب المقارنات لكن ابو منصور قال فرق بين امكانيات البزنس وجنتل. هذا واقع هذا كلام. كان جنتل كان الاعداد تخيل الاعداد كان 2 فقط يعدون اثنين يعني كان كم متسابق 2 يعدون. وصلت المرحله ان احنا المتسابقين نعد لانفسنا ابو عبد الله يعرف الشيء هذا. انا ابدا ادخل كنترول فلان عنده يدخل ليش وصلنا المرحله أنا لو وصلنا عند باب الكنترول تعال يا مخرج عندي الفكرة كذا كان الله يذكره بالخير أباضة عندي الفكرة الفلانية
خلاص خذها منك يا متسابق، وجه الكنترول روح يا متسابق. انت كمتسابق اذا انت شغال صح وتفكر وتدير الامر تنجح. هي شاشه متسابقين، اللي خلف الكواليس ما يدري عنها احد. انت تقدر انت في الهنجر اذا دخلت داخل ما حد يدري عنك، تقدر تطفي مايكك وترتب فكرتك تسوي امورك، لكن تحط العذر على الاعداد والاداره. ترى بعد البرنامج بيبدا برنامج تروح منسي، خلاص بيبدا برنامج اخر. اشتغل على نفسك، واشتغل على نفسك، المحتوى عندك. اعطوني المقطع هذا وجهزوا لي سيف لكم في شرون. اعطوني المقطع. قبل شوي انا لي ساعه داخل بدون تحيز في الكفشر روم. انا ما ادري هي مسؤوليه من، المسؤول عن المحاور، المسؤول عن ان اعطي فرصه للمتسابق واخلي متسابق. انا جيت في كلام قاله النقاد، جيت انا بتكلم، قالوا موضوع انا ارد بكلامي. الموضوع الاول اللي هم قالوه السبت. طيب اعطوني سيف، جاهز سيف في الكفشر روم؟ والله غيره المنسي سيف، لكن انا اعرفه بالجوكر. الجوكر اها ابى اعدل اسمه اجل ما اسميه للجوكر. والله انه غير المنسي سيف. يا سلام سيف. اعطوني نجم عزره نجم، بس وش يبي الحين؟ ولا هو نشوف احنا وش يبي. زعلان هو، ايش خلونا يا رجال تصنعوا الزعل. سيف ها ما جاء خلاص سكر يا سيف يا مشكاي. وش الدبيت الجوكر؟ يلا الجوكر. لا ما اقدر اعدل خمسه اذا الجوكر ممكن يطلع لك من ورا الكبير. أيه هذا هذا ارحب. صباح الخير يا جوكر. والله اللي صباح النور. كيف الحال؟ فما الله على شيء ترى. والله 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 يا سلام. لا لا رتبيله والله وحش، والله وحش. تصميم يا شباب تصميم. لا لا تصميم. حيا من يقدر. ايوه تركنا احسابات. انا لقيت شوي في الجوال. الله السلام عليكم صباح الخير. قال شكله ليش سيف؟ ليه سيف؟ وش وش دقيقة هذا ليش سوى كذا؟ ليش سوى كذا؟ ما ادري. انت هو اللي طالبنا؟ هو عشان الطالب الان صار وقفوا. استوب 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 تفضل. هذه طريقه مين زينه يا اخي؟ هو اللي طالب المداخله. انا طالب المداخله. نعم سيف اذا طالب المداخله ولك الان لين تنتهي الفقره. اذا ما جيت يا سيف واعتذرت على هذا الظهور ترى ما تطالع لين نهايه البرنامج. ويلا واجي شيل الليله اذا طلع سيف. هذا في تقليل من احترامنا يعني. لا عندي عتب صراحه. تفضل. عندي عتب كبير حقيقه. اغرس ابو منصور. خلاص 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 ايش عليك؟ خلاص ما هي بطريقه والله يا شيخ. أف. نهائيا ما هي بطريقه. هذا يعني اللي انت تمدح تقول نجم. انت اللي تقوله. بغض النظر انا مهنيتي على الشاشه تخلي سيف باللي قدمه في الشاشه انه بطل كرياليتي، لكن سيء اخلاق اقوله سيء اخلاق. اسات التعامل مع النقاد، اسات التعامل مع النقاد. كنا بنعطيك 50 نقطه ما حنا معطينك ولا نقطه، ما حنا معطينك ولا نقطه، والعاده انت بحالم فيها نهائيا الا ان تعتذر. مثل ما نعطي مساحة للعتب نعطي مساحة للعفو. يا أخي يا الله سلام. سبحانه يعني معنا أمرنا بالعفو، لكن سيف تصرفك جدا سيء. أقل حاجة يعني أنا والله خويا النقاد كلهم يستاهلون احترام، بس أقل حاجة احترمني أنا تحديدا. بس يعني لو إذا نقول شيء خاص شاعري مدير النقطة الفقرة الرجل هذا أمس ما لقيت فرصة تدخل فيه محاور وفيه زملائك. ما هي بحرب هي ولا هي بشخصنا ولا بينه وبينك شيء، وانت ما نراك الا ما نرى زملائك فيه متسابقين واخوان. اكثر من كذا ما في. ندعمكم، جيناكم قبل شوي في فعاليه الزواج وحضرنا وقبلنا التحدي مع عيفان في المحاوره بعد شوي بصدر رحب. حنا معكم، بس انهم تتعاملون معنا بالطريقه السيئه هذه نوقف عندها ونوقفكم انتم بعد عندها. اي والله ازيد على كلام ابو منصور، اعتذر عشان يكون بيننا وبينك خط رجعه ولا الوجه من الوجه ابيض. ابي تصميم هو. طيب يعطيك العافيه. اعطوني المقطع هذا مشينا ورنا اياه في الكافيه في الهانجر. خلينا نجرب سكيب. مخرج دوره عموما ايش يا سيف؟ زعلان. لا تسلم ما نبي سلام. تصميم خلى لك يا سيف. اعطوني ايش بدك تحيه بعد شيء غريب يا شيخ. والله شيء نسخه غريب. لا والمشكله وش يا ابو منصور؟ ان انت اعتذرت وقلت ان ما انت منسي وكان عليه ضغط وبتعالي يا سيف. ايه خفت انه يفهمني غلط هو يوم قلت سيف. قلت انا منسي عارف الهاجري الجوكر. والله العظيم ولا لا احترام مالي هذه يعني اي احد يحاول انه خصوصا في النقطه دي. من انت ما عارف هذا انسان سخيف والله يبعدنا عنه. انا والله اني اقصد اني مرتبط بالجوكر والهاجري على طول سيف. قلت بالله اعتذرت له بعد وزودنا اعتذر بالله دقيقه للذمه فقط. انا احب ابري ساحتي دائما بس ابوري بابداح. واذا بتحطونها هذا وش مكتوب فوق سكريبت ايش؟ 48. وش مكتوب النقطة هذه؟ المدح لمين اللي تحت؟ الشكر لمين؟
هنا هنا هنا. شكرا. بن خشمان سيف وهباس على عصرية اليوم. نعم يا سلام. يعني حنا جيدين نتعامل معك بكل أخلاقيات ومهنية، تتعامل معنا كذا على الشاشة. طيب عموما على شوف المقطع هذا، طبعا فقرة غدوة أبو منصور والإخوان نقاد سالم وعبد الله وبداح، فقرة غدوة هي يعني معترك الأيام هذه ما بين الرشيد وما بين سائر النهار، وصاروا يصفون حسابات على الهواء. ما حد مهتم، ما حد مهتم، ما حد مهتم، ما حد مهتم يتابع الظهر حر الموت. خلونا في مصيبتنا احنا مع زيد وعبد الله. والله عبد الله شوف وجه عبد الله انصدم انصدم توك والله يخش الرجال لها قويها يا عبد الله توك 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 يا عبد الله. ايه تحسب الناس انصدم طيبين مثلك. سيف خلاص خلصنا منه. خذ يعني العدد خلص. العدد كم خلص. كم العدد الان؟ 23 يعني اللي الفعليين 11 احتمال اللي بنجيبه في كفش الروم 22 إيه؟ سيف خلاص خارج على اللعبه ويلغي قائمته. القوائم ثلاث كنت حاط قائمه النموذجيين اكس مع عندي نموذجيين. لا لا انا الاعتذار ما نبي يروح يعتذر في المطبخ مع لا 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 فقرتنا الناس اللي شافوا المنظر هذول هم الناس ذولا هم اللي تعتذر قدامهم يا سيف. انت تعتذر منهم مو من الجمهور. طيب انت تعتذر منهم مو من الجمهور. عندنا في كفش الروم شخص غير اعتيادي نبي نشوفه بس اول شيء اعطونا المقطع. اول شيء يكتب تعهد انه ما يقوم. ايش ما يرضى؟ اوه نعم كل ترضى بطل عمرك بس ما ترضى انك في واحد قايد عليك. نعم انا يعقوب بن حسين ارضى اني اكون قائد ولا ولا اكون تبع لقائد. شكرا. عقاب شغل المقطع الثاني بس هذا المقطع نعنونه. عقاب يقول انا ابغى اكون قائد النسخه لكني انا ما اتبع لاحد، يعني كانه يقول ان اخوياي يتبعون القاده كانهم اتباع. عطنا المقطع الثاني. اي شخص يدخل للفقره وهو ما هو من دور المتسابقين ننخصم عليه تلقائيا 500 نقطه. فأول ضحايا هذا القرار أخوي عبد الرحمن وسيف يخصم عليهم 500. شوفوا هنا طبعا قلنا القرارات المعني فيها الإدارة إيه؟ تنزل القرارات. ساير بدع قرارات جديدة تمام وعطاها رشيد ورشيد يسوي فيلم إنه متهاوش مع ساير ويطبق قراراته. أعطونا اللي في الكفشرون منهم. يعني ساير يحمسها ورشيد يزل قطع جعل موب هذا قطع فلاها ولا مرح العب طحوس. الاستاذ رشيد مقدم فقره غدوه يا ولد جالس من غدوه من غدوه جالس اشهد. طيب ايش رايك اذا سحبنا منك اقهرك امشحك الحين اقول ما في تنتظرنا من الظهر مخرج اسحب ارحب 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 الكينج صباح الخير يا رشيد. صباحكم الله بالخير. صباحك الله. شو العلوم يا رشيد؟ ما بعلوم. وش فيك على ساير؟ وش ساير؟ وش فيك عليه؟ تلاجع مع خويك؟ حد خويه؟ هو زعلان. ساير الله يعطيه العافيه. وهقني بهالقرارات اللي انت شفته. ايه؟ اول شيء وهقني بها. ويوم جيت عند الاداره قال وش ذي القرارات اللي على كيفك؟ انت تهبد من راسك. قلت انا والله اخوي ساير نهار بما انها اكبر مني و... ارشيد اجلس زين يا ارشيد اجلس زين جعلك الخوا وين اجلس ما يقدر اجلس زين جعلك الخوا ما يقدر اجلس زين ما يقدر هو كذا ما دقيقه خلونا سؤال ما يقدر اسمعوني يوم ما يكذا فمثل ما قلت اخوي ساير نهار جعل ابوه الجنه وهقل بالقرارات واستدعوني الاداره قالوا وش القرارات اللي على كيفك انك تخصم من كنت قلت يا شباب يا الإدارة الموقرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسمع من من في الظهر والله ما في أحد من الإدارة. بعد أحد يقول إدارة إدارة سم الأشياء بمسمياتها. من اللي قابل من اللي جلس معه؟ بدر حسين في بث. يا حبيب اسمع أنت تنتظر ورد يكملون الدبل هذا برنامج. لو سمحت جاوب على السؤال. من الإدارة اللي جلس معه وقال لك ليش تسوي كذا؟ الإدارة اللي جالست هنا وين أيامه كامل؟ من؟ الإدارة اللي موجودين عندك. وش اسمه؟ عطني اسم وش اسمه؟ من الإدارة اللي موجودين؟ الإدارة اللي موجودين. ما في أحد اسمه إدارة. كيف؟ في مدير تنفيذي في إدارة. المدير التنفيذي موجود. يعني جالس اللي قال لك كذا صالح الحسين؟ وين منت؟ المدير التنفيذي موجود. طيب. محمد عيسى موجود. يا سلام. سعد الطويل موجود. طيب وش قلت لهم؟ قل أنا مدير فقرتي. أنا هديت فقرتي قلت أصبر أنا ما خلص كلامي قلت يا شباب هذا ثار وحصل في البث المباشر فخلاص قالوا خلاص يا رشيد بما أنك إن شاء الله رجل مقر
ورجل مضبوط بالحكم كذا قال موقر اي جس تقتنع انا وفي بلاغ يا ابي مقنع اسمعني انا ذا الحين بس انا جاي خلوه يبرر خلوه يبرر الحين زين زين يا رشيد هذا صوره عنده مشكله بالحوض ما يدري الحوض عندي مايل اسمعوا هو عنده مشكله بالحوض ما يقدر يدش يا جماعه خلوه على هواه شفتوا يا رشيد رشيد الشاص عنده رشيد ما احترمت القرارات ليش طلعت المتسابقين من الصندوق الاسود قبل ما يكملوا اللايكات ليه استبهر انا بس تكلم لغات يلا روح صح احنا جبنا شيء كويس مثل الصندوق الاسود احنا نسجل المتسابقين لكن ما حسبنا حسابات وقعنا فيها بالفعل على سود والله مو بالصندوق ازلم الاسود قلبك يا اسمع سمع طال عمرك حلو طلع التصميم حلو اسلم لعيب غطيت على حاتم الحربي اسمع ميق لا اسمعوا خلوني اكلم لاني جدي الحين محمد منصور لو اني والله اني جدي الحين والله تفضل تفضل فمثل ما قلت يا شباب ان الصندوق الاسود حنا حطيناه لكن ما حسبنا حسابات فعلا وقعنا فيها وقعنا فيها بالشيء اللي افضل عوايد ما حسبنا حسابات حصل عليك عقوبات دقيقه اسلم دح الحين تراك زميل الى متى دقيقه طب متى اسمعوا لا ناقد وانت مقدم وتحت النقد اسفين طال عمرك اي الله لا يهينك شوفوا شيخ القريه صب لي شاي المهم مثل ما قلت الصندوق الاسود اطلبه وش كم لايك 1500 لايك الله يعطيك العافيه في نص ساعه انا اجيب الشاي رشيد اوكي كمل 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 انا اجيب الشاي بدون تحيز كمل كرك كرك مو بشاي خلوا يجيبه ايه. المهم وين وصلنا وصلنا 1500 لايك في نص ساعه حلو طيب زين. ليش ما جابوها يا رشيد وين منت بعلمك ليش ما جابوها اول شيء جروبات الدعم يلا تشتغل في الليل ناس عندهم دوامات هذا اول شيء يعني هم ضعيفين المتسابقين اللي معه موجود جماهير ما لهم جماهير الصراحه يوم نزلوا التغريده الصراحه وانتظر قالوا يلا هرشيد انتظر لين يجي الساعه 1500 لا تروح بيتك لين تخلص ال 1500 وروح وسويت انتظر ما في ولا لايك وين جمهورك دقيقه انتظر ما في ولا لايك ها رحت راسلت ساير نهار حط لايك ساير رحت ساير راسلت شوي رحت راسلت المعده شوق حطي لايك وتروح تحط لايك والله مخلص رشيد يا عيال ورا ما كلمتنا احنا بديت 10 دقائق ما في الا 3 لايكات عندنا 5 ورا ما كلمتنا طيب دقيقه بعلمكم بوصل 3 كيلوات 3 لايكات لايكات انا وسيد نهار والمعده شوق اللايك الرابع براك عمر وسويت راسلتكم يا اخي بيد صوتك خلنا نسال معذحه وش ذا الدخوليه يا ولد والله الدخوليه وش سويت يا جمهورنا العزيز انا موجه رساله لكم والله وش سويت الجمهور راح كلمت قروب عوال عمي طيب اصبر اصبر دقيقه بس احنا بنثني على فيحان اصبر يلا خذوا راحتكم لا يهينك والله خلاص كمل كمل رشيد رشيد لقى الناس دخوليه عظيمه ترى ماني ترى ماني من لاعبينك انت وياه امش ترى ماني متسابق رشيد عندي سؤال بالله حطان ازين من سالفه كادي ادري عندي هيبه يا من اهم في الفقره انت ولا سايد صراحه والله اهم في الفقره انت ولا سايد صراحه انا اروح ارفع الرتم ارفع الرتم طال عمرك ارفع ارفع ويجيك سايد النهار يمحقها والله لا سؤال سؤال صحفي عبد الله لا سايد ولا ذا المعده شوق اهم منهم اثنين هذه انا اتفق معك فيها سؤال صحفي يا 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 رشيد يرجع لي مهاراتي السابقه انت باتخاذك للقرارات اللي قبل شوي انا ممكن انا تصريحي انك اضعف هيبه مقدمين ما راح اشيده لكن تجرؤك اليوم في 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 اخراج الشباب من الصندوق الاسود دليل انك حاط عينك على اداره هذا البرنامج او اداره هذا القناه هل تستطيع ان تجاب صالح الحسين وتضبط المتسابقين اه دبسته صالح الحسين على اخوي هذا وشي طرفك اخوي صالح الحسين اخوي الله يرحم والديك وعلى العين والراس وان منت لا 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 طرفك لا هناك لا هناك مانع في اني اكون يعني مساعد له او مناوب له ولا هو فعلا هذا مكانه وتحياتي واشواقي خليك واضح يا رشيد واضح انا بس ابي لكم حل ابي لكم حل اما يا الاداره الله يرحم والديكم تحطون لايكات من 1500 الى 100 لايك اي بيقلل لك لا 1000 كويس خليها 1000 يا رجال 1000 وين 1000 انا ماخذ الساعه ما ترفع صوتك لا ترفع صوتك معك محمد منصور معك محمد منصور لا ترفع صوتك اول شيء ارفع صوتك
انت ما يعرف لك الا محمد منصور. ارفع صوتي يا محمد منصور. العالم يحسبون مزح وضحك. انت بها جد؟ اي جد. هذا ترى البرنامج هذا مو بعزبتك تسوي اللي على كيفك. هذا برنامج له قوانين، له اداره، له خصم، له نقاط، له فقرات. مو على كيفك ارسل من طاحوس تدخل على الرجل تطلعهم وتدخلهم. مو على هذه عزبتك انت تسويها هناك اذا عندك صلاحيات. هنا دقيقة. عندك وقت محدد، عندك فقره دقيقة. خلصها تروح لبيتكم. اعداد هنا في اداره ناس يدرون ايش قاعدين يسوون. انت يعني شو اسمه عبد الله الروقي دخل اخو الجدار قال ما عندك هيبه جيت انت جبعت ابو الدنيا. ها تلقوا مثل الحين وخصم عليك حتى راتبك بعد. من انت يوم تخاصم؟ بس دقيقه بعلمك. من انا؟ من صاحب قرار؟ انا تقدم زي زيك. زي زيك انا ناقد. ناقد ناقد عليك. انا لو صاحب قرار كان ما حطيتك بالمطبخ. وشو؟ انا صاحب قرار. لا والله احطه في المطبخ، محل المطبخ الشيخ، محل المطبخ ما فيها كلام. هنا وفي عزبته بكل مكان الشيخ بطل. بس لا تتجرى على شيء اكبر من حجمك. انا تجريت ترى يجي لان محولي ديره، محولي 1500 لا رشيد. رشيد 500 رشيد بن طاحوس البرامج الثانيه. رشيد شكرا لك. تبيها يا بلاح؟ ابيها انا يا رشيد. انا اثني على كلام محمد منصور. يا اخي مو منطق كذا كل يوم جيب لي واحد من اخوانك مدخل معك الفقره. يا اخي استاذن يا اخي. جاي نجح البرنامج انا وعوال عبد الوهاب. يا رجل جاي نجح مع الفقره. جاي يرفعك ابو مهارات. يا رشيد يا رشيد ولا عزاء للحاقدين محمد منصور ولا غيره. ايوه استمر. انت وحش في المطبخ وشلته من القاع الى السماء. بيض الله وجهك. اوه ماي جاد. يا زين خواتهم انت ملك الريالتي. يا زين خواتهم ملك المكان اللي تجي فيه. وانا فخور جدا 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 الله. اللي اخ مثلك. يا زين خواتهم. يا رب الله. وانت ايضا يا بداح الحين. هذا بداح اللي غيرت عليه سحبت منه جبر وخليته ما سلسل. شوف شوف شوف. هذا بداح. انا ايضا يا بداح. انا ايضا. انت تضحك المزيد. وعلى فكرة اذا ناس يفكرك تراك مستبعد بجوال. خلاص ختمة يا سبب. شكرا. خلوها على 1500. شكرا. يعطيك العافية رشيد. كانت مداخلة جميلة. احنا كنا يا ربع يا ربع فعلا المطبخ في ديربي قوي بين ساير ورشيد. امانة غيروا قوانين لعبة برامج الواقع. يعني قلبوا الهرب. كانت المطبخ ترى فقرة يعني عادية تمشي. نعم. بل احنا وصل قناعة بعض المدراء الإشراف المطبخ ده مشي أي شيء يحط فيه. اليوم الفقرة المنتظرة فقرة المطبخ يا عند رشيد يا عند ساير. نعم صحيح. جبروت بالأداء حنا ساير ورشيد. وحنا على المتعة اللي قاعدين نشوفها اليوم. كلم ساير وأنا جاي. ساير اول شيء ساير ما شاء الله تبارك الله ما في كلام فايده استاذها وهو امبراطور اصلا. انا خليفه ابراهيم السويل في عالم. نعم. المطبخ في برامج الواقع هو اخونا ساير. رشيد ما شاء الله تبارك الله شفتوا الريالتي اللي قاعد تسوي يا عمي في مداخلته حتى قسما من الصباح الى الان قاعد والله ملك الريالتي شغل نيهم كلمه معنا. عشان كذا احنا ان شاء الله فريق بدون تحيز باذن الله يوم من الايام قريبا ان شاء الله نبي نجي نتحدى في فقره المطبخ تيم ضد عبد الله وداح وانا وسالم مع اخونا. انت شو بتصير انت بلاش بامانه شباب ساير ورشيد ما قصروا بامانه حقه. نعم بامانه والله ما نظلمهم. زايدا اليوم بعد ترى ما ننسى نثني على الجميلين الجزلين الشاعرين وليد البحيح وفلاح الفراج على دام حضورهم اليوم وضيوف المختارين. فعشان ما نسقط حقهم بأمانة شكرا. كانت حلقة نظيفة اليوم حلقة جدا راقية وممتازة. انطلاقة قوية فيها. صراحة. ها؟ انطلاقة قوية. انطلاقة بس قوية. بس وليد تأخر. والضيوف. أنا وطالب. ايه. جاي ثمانية والله. الضيوف. فهد قطنان مع إخوانا وزعيزعي. ايه. يعطيكم ألف عافية. أما وليد البحيح أنا وطالب من هذا المنبر واستبعاد وليد البحيح من برنامج سكريبت عشان يتنفس فلاح بن فراج. فلاح بن فراج انسان احترافي ويشتغل نظام يعني وليد قاعد يخرب الساعة 9 في الجروب مرسل يا شباب من اللي في القرية وليد راجع نفسه ولو اليوم اليوم بحضور صوت الواقع الصوت الأصيل محمد زعيزعي أعاد الماضي لنا والشعراء اللي جابهم شعراء من الطراز الأول على فكرة أمانة وكنت أحتريهم. وهذه الفقرة أصلاً اللي تحترم مقدميها أكثر من ضيوفها. نعم. وليد البحيح وأبو فراج يعني نجموا اليوم. الله يبارك فيهم. خلاص شباب. شكراً. يستاهلون إخواننا ومحازمنا وليد وفلاح إخوان ومحازم والله.
يا حبيبي انا الان وصلت هنا ما ابغى اقول لكم في امان الله لان حنا نبي نلتقيكم بعد شوي في الديربي الشعري المحاوره ما بين نجوم فقره بدون تحيز ونجوم برنامج سكريبت اثنين. خلوكم قريب لا تروحون بعيد بنشوف المحاوره ونشوف الصفوف ونشوف الشغل. يلا التحدي قائم. والله ما ادري بنشوف خلي الجمهور يحكم. فطاحة الشعر هنا هذول فطاحة الشعر بس اللياقه ما ادري عنها عليك مسؤوليه كبيره يرحم والديك. يلا ولا معك الصف الزلو عندنا الصفوف عندنا الوليد البحيح موجود بيقدر يدخل معنا. يلا موجودين نلتقيكم في المحاورة بعد قليل الجمهور الغالي إلى اللقاء قريبا. الليل الليل شكرا لكم.